ملعب واندا متروبوليتانو، نحييكم وعايز اوريكم حاجه ظريفه كده. طبعا شايفين العالم اللي هناك ده يعتبر اكبر عالم لنادي في اسبانيا، لكن هنا محطوط ازاي بيتكرم اللاعبين على مجهوداتهم. هنا دي لوحه كده معماريه او رمز لانديه اللعيبه اتلتيكو مدريد اللي اكمله 100 مباراه. هنا مثلا جواو فيليكس زي ما احنا شايفين، فيليبي، اجوستو، رينان لودي، ماركوس يورينتي. عندنا اكتر من لاعبين كسر في الفتره الحاليه كملوا مع اتلتيكو مدريد، فيكتور فيتولو برضو، لوكاس هرنانديز، الكثير من اللاعبين يعني الموجودين هنا، انتوان جريزمان، لاعبين كتير قوي في الفتره الحاليه قضوا فتره طويله. حتى هنا اردا توران 178 ماتش، وان فران 355 ماتش، ومعانا المشاكس المشاغب دييجو كوستا لاعب تاريخي في اتلتيكو مدريد اكيد، كذلك فيليب لويس لاعب الظهير الايسر، اسونساو، لاعبين كثر يعني بصراحه. خورادو حتى اكمل 129 مباراه مع اتلتيكو مدريد، ليو فرانكو، والكثير من الاسامي اللي احنا عارفينها يعني متداوله. جابي اللاعب اللي حضر فتره الكبوات زي ما انا صح في اتلتيكو مدريد، ثم فتره الانتصارات مع دييجو سيميوني. هنا انطونيو لوبيز لاعب كان حاضر فتره كبوات بس المره دي، لكن الكثير من اللاعبين طبعا هنا برضو لاعبين بقى اقدم شويه، مولينا الحارس المعروف، كذلك عده لاعبين اخرين تاريخيين في اتلتيكو مدريد اكملوا اكتر من 100 مباراه. هنا توني اكمل 327 مباراه، كوانيتو 143 مباراه، تاريخ كبير لاتلتيكو مدريد، الفريق بطل الليجا العام الماضي لكنه خسر لقب الليجا لصالح ريال مدريد هذا العام، واللي هيواجهه يوم الاحد ان شاء الله في ديربي مدريد الكبير. تابعونا باذن الله في تغطيه خاصه، معاكم احمد عطا. Súper interesante, además que te lo cuente él, que se acuerde todavía de todo. Por aquí, vamos pasando por el rojo. Sí. Vamos. Big Boss. Aprovechar porque tenemos y baja aquí y se queda conmigo un buen rato, ¿no?